ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. عاهدت الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الأول الذي حملته ولاء لشعبنا وللأمة. ولن ينتكس عالم مصر أبدا، سوف يظل عالم مصر شامخا خفاقا. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، نحتفل اليوم معا بيوم مجيد من أيام مصر وعلامة مضيئة في سجل بطولاتها وانتصاراتها. إنها الذكرى 33 لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، بوابتها الشرقية وحائط الصد وخط الدفاع الأول عن أمنها القومي، أرض الأنبياء المباركة التي تمثل ذكرى تحريرها رمزاً لنضال شعب مصر الأبي، وأيقونة لإيمانه وإصراره ووحدة نسيجه الوطني بمسلميه ومسيحيه الذين جادوا بأرواحهم واختلطت دماؤهم لتروي تراب الوطن في معركة مقدسة ظلت نموذجاً يدرس في العلوم العسكرية. حقق أجدادنا وآباؤنا أعظم البطولات وخلفوا لنا تراثا عريضا يجب أن نصونه ومستقبلا علينا أن نطوره، ولن يكون ذلك إلا بهمة الرجال الأقوياء. فالناس يولدون تصنعهم ظروفهم وبيئتهم، ولا بد أن نصنع نحن في الجيش الرجال الأقوياء. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة.